تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله. زيارة تفقدية شملت الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية لمتابعة حزمة المشاريع التطويرية في المجال الخدمي في كافة محافظات المملكة. معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب قامت بزيارة تفقدية إلى الدائرة الخامسة في المحافظة الجنوبية مع سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. طلع خلالها على إعادة تأهيل حديقة محمد بن فارس الواقعة في مجمع 927، حيث أشادت معاليها خلال الزيارة بتوجيهات سمو ولي العهد في دعم استمرار ومواصلة التعاون الفاعل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الله يحفظه ويرعاه، نزلنا اليوم أنا وسعادة وزير البلديات والأشغال على أرض الواقع، نحاول معا أن نترجم العلاقة الإيجابية والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أرض الواقع بمتابعة المشاريع الخدمية اللي راح تصب في خلق البيئة الجميلة والإيجابية للمواطنين في الدائرة الجنوبية الخامسة. مثل هذه المشاريع وحسب توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وولي العهد الأمين نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تعني بالنهوض في مستوى الخدمات البلدية والبنى التحتية لخدمة المواطن والمقيم. من جهة أخرى، اطلعت معالي رئيسة مجلس النواب مع سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على مشروع عين الحنينية، حيث أوضح الوزير خلف أن عين الحنينية تعتبر من أقدم العيون في البحرين، وقد حرصت الوزارة على الحفاظ على تأهيل وتطوير العيون الأثرية. المشروع سوف يتضمن وجود كافيتيريا ومماشي وألعاب للأطفال واستراحات، وأيضا الألعاب الرياضية لمختلف الأعمار. من جانب آخر، أوضح سعادة المهندس خلف أن الوزارة أرست مناقصة إعادة تأهيل شارع الشيخ حمود مع تقاطعه مع شارع الرفاع. المشروع يتضمن إعادة تأهيل هذا الشارع وتوفير مواقف للسيارات وحل مشاكل تجمع مياه الأمطار، وأيضا توفير الإنارة، ويتضمن المشروع أيضا الأمور السلامة المرورية على هذا الشارع وتطوير الطرق الفرعية من هذا المطلة أو المتفرعة من هذا الشارع. أول شيء احنا نشكر سمو ولي العهد على دعمه وتوجيهاته على ذي الأمر اللي اليوم أثلج صدورنا في تقريبا 5 مشاريع راح إن شاء الله تقوم في هذه الدائرة الخامسة. فكل الشكر حق سموه على هذه التوجيهات. طبعا هذه المشاريع الناس قاعدة تنتظرها، وهذه المشاريع اليوم الناس قاعدة تتأمل أن ترى النور في يعني الوقت القريب، وهي من صار لها فترة من الزمن. فالحمد لله اليوم هذا الشيء أثرج صدورنا إحنا أن راح تكون في 4 مشاريع قادمة في الدائرة الخامسة إن شاء الله، فضل من الله سبحانه وتعالى ثم توجيهات سموه. وكان سعادة الوزير أكد أن مشروع تطوير السوق الرفاع يهدف إلى إعادة تأهيل المبنى القائم والمكون من 5 عقارات من خلال صيانة وتأهيل عدد من الخدمات والمرافق، وتبقى خدمة الوطن والمواطنين هدف هذه الزيارات الميدانية التي تعد ثمرة جهود وتعاون بناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لمركز الأخبار بالتلفزيون البحرين، فيصل حسين.